الثاني موجود تحت الدولي بعد موجود عندهم اللي موجود تحت الدولي عندهم آخر واحد من 5-6 سنوات من الإمارات سووه الجديد ما اشتروه حتى ما وزعوه ما معتمد هذا الرسائل الجوية مضبوطة اللي هي يعني ممنوع تحط فيها شيء ورقة واحدة تكتب رسالة ضارة هي رسالة وهي ضارة هاي بعد هني كان الإمارات والبحرين والكويت عندهم السعودية بس طلعوا 2 الرحمن الرحيم معرض الشارق للطابع العربي معرض مميز هذه الدورة 10 لازلت أتذكر الدورة الأولى عندما جمعنا اتفقنا مع إدارة مركز الميجا مول على ترويج لهواية جمع الطوابع كان المعرض الأول هو معرض جمع كل الإصدارات العالمية عن طوابع البريد العربية معرض عالمي للطابع العربي الدورة الثانية كان طوابع المجموعات العربية عن العالم العربي أفضل 10 مجموعات عربية المعرض الثالث الدورة الثالثة كان دورة آسيوية محكمة ومن منها صارت معرض الشارقة دورة محكمة لتحضير العروض المحلية للعالمية تحضير العارضين المحليين تحضير المحكمين المنسقين للعالمية أدعو كل الهواة والمهتمين إلى حضور فعاليات المعرض عندنا فعاليات مميزة عندنا مجلة خاصة تصدر
معرض بمناسبة المعرض. عندنا طابع خاص، مجموعة خاصة للمعرض، عندنا مزاد خاص فيها مواد مميزة، عندنا ندوة عن العرض الدولي، عندنا محاضرة أيضا. قبل كل هذا في مجموعات مميزة، أدعو الجمهور لحضور المعرض والاطلاع على هذه المجموعات القيمة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة المعرض العاشر للطوابع الذي يقام سنويا في الشارقة، تم إصدار عدد خاص من مجلة رويال التي تصدر في مملكة البحرين. العدد مخصص بالكامل عن معرض الشارقة وكل ما يتعلق بالهواء والهوايات، مع سرد سابق وتغطيات عن المعارض السابقة التي أقيمت في الأعوام الماضية. كلمة خاصة لرئيس جمعية الإمارات بهذه المناسبة. العدد يتضمن مقابلات مع كبار الهواة في الإمارات ودول مجلس التعاون، بالإضافة إلى هدية عدد 2 بوستكارد في العدد بالإمكان استخدامه من قبل الإخوان الهواة ووضع الأختام عليها، بالإضافة إلى العديد من المعلومات والمواضيع المرتبطة بالهوايات وساعات البريد وصناديق البريد. نأمل أن تحوز على إعجابكم، متوفرة في المعرض. أنا حاتم العطار من سلطنة عمان، رئيس مركز هواة الطوابع والعملات، وحاضرين اليوم مشاركين في معرض الشارقة للطوابع النسخة العاشرة. نحرص كل سنة نكون موجودين في هذا المعرض من أول نسخة إلى العاشرة الحين لمدة 10 سنوات. المعرض كل سنة الحمد لله في تطور وفي أشياء تضاف جديدة سنوياً. بالنسبة للإضافات السنة إلى الآن يمكن تطلع إضافات جديدة، لكن إلى الآن عندنا دخول محكمين أجانب تقريبا الأربعة، كان لجنة التحكيم دائما تكون من محكمين إقليميين، ولكن السنة دخول 3 إلى 4 محكمين أجانب في لجنة التحكيم، هذا شيء جديد إنجاز. الإنجاز الثاني دخول عروض جديدة وخصوصا مجموعة البوستكارت اللي هي البطاقات البريدية، هذه عروض جديدة الحين تم إضافتها من الاتحاد الدولي. فنشوف في المعرض تقريبا أكثر من عرض من الفئة الجديدة، فنتمنى التوفيق للقائمين على المعرض وجهودهم هذه. والمعرض هذه أصبح من المعارض يعني اللي يطمح كل واحد لزيارتها، والدليل الزحمة اللي تشوفها في سواء في كابينات التجارة أو سواء على العروض فوق. فنتمنى التوفيق لجمعية الإمارات وإن شاء الله مستمرين معاهم سنويا للحضور في هذا المعرض. السلام عليكم. صالح محمد الحسن وعبد الناصر من مملكة البحرين. والله هذا المعرض جدا ممتاز، وأنا هاي طبعا المعرض العاشر ومشارك أنا في 5 معارض، وأنا ألاحظ كل سنة على سنة يتطور هالمعرض المتميز. أشكر يعني جمعية الإمارات على هالمجهود المتميز، وأنا طبعا ممثل جمعية البحرين، منسق الجمعية ونائب رئيس جمعية البحرين لهواة الطوابع بمملكة البحرين. معكم خالد الحربي، رئيس مكتب هواة الطوابع مؤسسة البريد السعودي.
نتكلم عن آخر إصدار تم إصداره هو طابع الكهوف. تم إصدار تقريباً 6 طوابع عن الكهوف الموجودة في السعودية أكثر من 300 كهف. فحاولنا يعني نختصرها تقريباً في 6 كهوف. فكم معاه ظرف، هذا الظرف برضو مختوم نفس تاريخ يوم الإصدار. بالنسبة لمشاركتنا في معرض الشارقة، دائماً نحن سباقين المشاركات، تعريف يعني بالطوابع البريدية وأيضاً خلال الثقافة وتوصيل رسالة.